يا مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. عبد القيوم خوجة من شركة بروج العقارية، متواجد الآن في منطقة بلتلي في إحدى أفخم وأفضل المشاريع الموجودة في منطقة بلتلي، مشروع اسمه يلدز مايورد. المشروع عبارة عن مرحلتين، المرحلة الأولى في المنطقة اللي أنا فيها أبراج أمامية 4 وخلفية 2، المرحلة الثانية اللي بنصور فيها الشقة برجين أمامية، يفصل بينهم شارع رئيسي، الخط الدائري الرئيسي يفصل بين المرحلتين. الخدمات اللي موجودة في المجمع زي ما شايفين عندنا شلال، مسطحات خضراء، جلسات عائلية، ملاعب رياضية، ملاعب الأطفال، بالإضافة إلى المواقف المغلقة تحت المنطقة اللي أنا موجود فيها حاليا. ما ننسى أيضا أنه موجود بوابة إلكترونية وكاميرات مراقبة 24 ساعة على مدار الأسبوع. موقع المشروع، المشروع يقع في منطقة بلدي زي ما قلت لكم، بين الموقع والمطار 3 دقائق تقريبا، وبين الموقع ومول الفورم 5 دقائق، وبين الموقع وميدان طرابزون 10 دقائق. يعني منطقة مميزة جدا بجوار المشروع أو تحت البنايات الأمامية المشروع الأربع بنايات في سوبر ماركت شوك، بالإضافة إلى مسافة مشيا على الأقدام عندنا مطاعم معروفة، بالإضافة إلى سوبر ماركتات إضافية وخدمات غيرها. على الشارع الرئيسي اللي قلت لكم الطريق الدائري الجديد هذا يمر المواصلات، يعني منطقة مميزة جدا. تعالوا مع بعض نشوف إطلالة الشقة على أرض الواقع ومساحتها وكل شيء ما يتعلق بهذه الشقة، تفضلوا معنا. وصلنا يا جماعة الخير الدور الخامس، شقة رقم 8. في كل دور موجود شقتين أمامية وشقة خلفية. الشقة هذه 3 غرف صالة، مساحتها 170 متر مربع. مدخل الشقة من هنا زي ما شايفين. أول ما أدخل يساري الصالة ويميني توزيع باقي الغرف مع الكوريدور. عندنا هنا أنترفون. والشقة هذه أو المجمع ميزتها أنه واصل فيها الغاز الطبيعي. نتوجه مع بعض إلى الصالة، بس قبل الصالة نسيت أقول لكم إنه المنطقة هذه نقدر نحط فيها دولاب خاص بالأحذية أو في المنطقة هذه. ندخل مع بعض للصالة. زي ما تشايفين أرضيات الصالة كلها باركيه مع الغرف، ما عدا الكوريدور والمطبخ والبلكونات سيراميك. باركيه درجة أولى، شيء مميز جدا. ما ننسى أيضا وجود التدفئة المركزية في الصالة وفي كل الغرف، والديكورات السقفية المميزة بإنارات ليد وسبوت لايتات. وهنا شيء مميز في الركن، حاطين مكان خاص بالمشب اللي هو الشومنيه. فصل الشتاء نقدر نجيب الحطب ونتدفى، أحلى شيء. واجهة أمامية زجاجية بالكامل وإطلالة خيالية على البحر، شيء رائع جدا. من الصالة في مخرج للبلكونة. البلكونة هذه مشتركة بين الصالة والمطبخ، مساحتها 2.5 متر في 3 أمتار، ومزودة أيضا بالزجاج المتحرك الشرائح، وإطلالتها الخيالية على البحر، وأيضا إطلالة الطبيعة موجودة أيضا. نكمل مع بعض تفاصيل باقي الشقة. نتوجه من الصالة نشوف تفاصيل باقي الشقة. الحاجة الحلوة كمان إنه باب الصالة جاي باب درفتين وشيء كبير، يعني بوابة كبيرة للصالة. نخش مع بعض للمطبخ. زي ما شايفين مساحة المطبخ كبيرة، يعني نقدر ناخذ راحتها ونحط طاولة سفرة في هذه الجهة. دولاب المطبخ جاء على شكل L زي ما شايفين، منسق ومرتب بلونين، الجهة اللي فوق لون أبيض، الرخام جاي لون أسود، رخام صناعي ومميز. أماكن الأجهزة الكهربائية، مكان الفرن، وين غسالة الصحون، مكان الثلاجة هنا راح يكون. تمديدات الغاز الطبيعي زي ما قلت لكم موجود أيضا
في المطبخ. نطلع من المطبخ نشوف تفاصيل باقي الشقة. بجوار المطبخ عندنا الغرفة الأولى، مساحة الغرفة 4×4 تقريبا. موجود التدفئة المركزية إطلالتها على الجهة الجانبية للمجمع. نطلع من الغرفة الأولى، مقابلها عندنا دورة المياه الأولى بنظام أفرنجي كلوزد، الأدوات الصحية والسيراميك نوعية جيدة. بجوارها عندنا دورة المياه الرئيسية. الغالب في طرابزون أو في المدن التركية بنشوف المروش جاي على النظام على الواقف، هنا مروش جاي بنظام البانيو، والنظام أيضا الجاكوزي، يعني بانيو بجاكوزي. موجود التدفئة المركزية ودولاب خاص بالمغسلة ومكان لغسالة الملابس والكلوزت. والحاجة الطيبة برضو أنه موجود شطاف وشفاطات في دورة المياه. مقابل دورة المياه الرئيسية عندنا الغرفة الثانية. الغرفة الثانية برضو نفس الغرفة الأولى، مساحتها 4×4 تقريبا وإطلالتها الجانبية على المجمع. أخيرا نتوجه إلى غرفة النوم الرئيسية. كمساحة غرفة النوم ممتازة جدا، جاية قسمين، قسم خاص هنا نقدر نحط السرير، وعندنا التدفئة المركزية وجهة البلكونة، والقسم الآخر هنا عندنا قسم الدريسنج روم. قسم الدريسنج روم حاطينه مفتوح نقدر نغطيه احنا، بس هم حاطينه مفتوح على دورة المياه. وفي دورة مياه خاصة بغرفة الماستر، مروش مع المغسلة. وما ننسى وجود فوق رأس السرير ديكور سقفي بإنارات سبوت لايتات. أيضا حاجة كويسة أنهم حاطين تمديدات للساتلايت في غرفة النوم وفي الغرف مع الصالة. نطلع لغرفة النوم، البلكونة التابعة لغرفة النوم الرئيسية. البلكونة هذه أصغر من البلكونة الأولى، وأيضا مزودة بالزجاج الشرايح المتحرك. كذا أعطيتكم تفاصيل كاملة عن شقة ثلاث غرف صالة في منطقة بليتلي مقابل المطار، مساحتها 170 متر مربع في مجمع يلدز مايورد. في نهاية الفيديو أرجو أن يكون المحتوى أعجبكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات أسفل الفيديو، والتفاصيل والأسعار موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو. ولا تنسوا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب بروج العقارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.